أوقفت شرطة الحدود بميناء الناظور صباح أول أمس الثلاثاء ضربة موجعة لشبكة جزائرية دولية متخصصة في تهريب السيارات الفارهة، حيث فككوا مافيا لتهريب السيارات في الناظور وحجزوا مركبات فارهة بعد إيقاف جزائريين حاولوا تهريب سيارتين مسروقتين من إحدى الدول الأوروبية. وكشفت التحريات الأمنية أن سيارتين مهربتين تم التصريح بسرقتهما كانا في محاولة لدخول المغرب.